السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اتمنى ان انتوا تكونوا بافضل حال واتم صحه. مانشستر يونايتد مش بس بيضع قدم في النهائي، ولكن بيضع قدميه الاثنين وجسمه كله. وما تقوليش ان هم يحصل معاهم نفس اللي حصل مع برشلونه والريمونتادا واللي ما اعرفش ايه واللي ما طرش فيها فالفيردي، لا، وخمسة اتنين يجيبوا ثلاثة ويعدوا هم، لا 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 لا. اذا كان فالفيردي ما طرش هناك في برشلونه، لا، احنا عندنا تطير فيها رقاب يا عم. احنا لو حصل وروما عدى مننا تطير فيها رقاب، ومش مدرب بس، ده مدرب ولاعيبه واداره وحتى جماهير ممكن تطير رقاب منهم. فبصراحة احنا اهدرنا 45 دقيقة قصاد روما، قصاد فريق داخل يعني لاجل المشاركة فقط لغير. احنا اللي قدناه في الشوط الثاني، لو كنا لعبنا من اول الشوط الاول بنفس النتيجة دي او بنفس الاداء ده، اعتقد ان احنا كنا ممكن نشوف سكور تاريخي ما حصلش في اي مسابقة اوروبية قبل كده. فيلا بينا دوس لايك للفيديو، اشتراك في القناة، وتعالوا نتكلم عن ماتش نصف النهائي مانشستر يونايتد وروما. بص، من البدايه كده هو كان واضح ان فريق روما فريق تايه، فريق داخل لاجل المشاركه، فريق داخل بالنيك نيم بتاعه الذئاب، او يلا بينا نخشوا العبوا يا جدعان، بس مفيش اي حاجه ثاني. بيلعبوا ايه؟ بيلعبوا بخطه ايه مثلا؟ بيلعبوا بخطه ان احنا طموحنا الهجوم، حلمنا الهدف، والحمد لله. يعني هم كانوا بيلعبوا في الشوط الاول سونا احسن ناس، فطبعا قدروا ان هم يوصلوا للطموح بتاعهم والحلم بتاعهم، وانهم يوصلوا للحلم ده كمان مرتين ويحلموا بالزياده، يحلموا ان هم ممكن يجيبوا كمان زياده، لانهم كانوا بيلعبوا سونا احسن ناس في الشوط الاولاني. بعد بدايه قويه جدا من مانشستر يونايتد، وبعد هدف بصراحه ولا اروع تقعد تسقف قدامه كده نص ساعه قصاد الهدف، يصدمك مانشستر يونايتد بالهدفين اللي جو فيه. وعلى الرغم من ان انا شايف ان ضربه الجزاء اللي جت علينا هي مش ضربه جزاء صحيحه، انا معاك ان هو بوجبا رافع ايده وان المفترض ايديه تبقى جنبه والكلام ده كله، بس يا باشا لازم تحط في اعتبارك حته ان الكوره خبطت في رجله الاول، وده اللي ادى الى ارتفاع الكوره، يعني الكوره اللي راحت لايده مش ايده اللي راحت للكوره. الايد غير طبيعيه، ولكن في شيء غير طبيعي ايضا خلى الكوره تروح لمستوى تاني او لمكان تاني. وبدل ما احنا نختلف على ضربه الجزاء هل هي صحيحه او مش صحيحه، ولكن قدر روما ان هو يعادل الاهداف ويبقى واحد واحد من الكرة دي. تيجي تبص بعد شوية تلاقي فيه ضحك حصل كده، ده مش ضحك، ده فيه هستيريا حصلت يا معلم. ده تبص كده تلاقي ال 11 لاعب كلهم في البطاطس خالص مع بعض. يعني تخيل الكرة على الجانب الشمال بتاع روما والجانب اليمين بتاعنا، في ثلاث لعيبة بيقدموا ضحك بيور، كانوا اللي هم ماكتوميني وعمك برونو ومش فاكر مين الثالث اللي كان داخل على هنريك مختاريان. الثلاثه عمك برونو بيعمل باليه قدامه، رافع لايديه كده ورجليه مش عارف بيعمل ايه، مكتوميني فاتح رجليه وما قافلش بقه، ما تفهمش ليه، طب اضغط يا حبيبي خش عليه طيب ولا اعمل اي حاجه، لا مفيش، انا ملياش دعوه بالموضوع الضغط ده. عمك فريد مش حاسس بالمكان خالص، وماجواير لما ربنا كرمه وقبل ما تحصل حتى اللعبه، يعني بص قبل ما حتى مختاريان يفكر انه يدي البينيه للاعب راح ظابط الاوفسايد. عمك شو، لا تظبط اوفسايد ايه يا راجل؟ تقول لي قبلها بنص ساعه ان انت هتظبط على الساعه كام عشان انا اظبط معاك على طول. شو نايم، كسر الاوفسايد، الراجل بياخد الكوره بيلعبها عرضيه، وديزيكو ديزيكو الراجل اللي ليه فتره ما جابش اهداف، الراجل اللي ما عندوش ثقه، الراجل اللي فقد، يا راجل شطبوا له كلمه مهاجم من البطاقه اصلا من كتر ما هو ليه فتره ما بيجيبش اهداف. يديب بيلعب سونا احسن ناس في الشوط الاولاني، سونا احسن ناس، حتى الكره يعني هو ما جابهاش جون على فكره، ده الكره دخلت غصب عنه. لو رجعت الهدف هتلاقي ان الكره جت في رجله اليمين وكانت طالعه، راح خبطه في ركبته الشمال وداخله، يعني فاهم اللي هو حتى يعني ما عندوش الملكه انه يحط هدف، يعني فاهم، لكن اهو جت معاه وبقيت النتيجه 2-1. تبص على مجمل الشوط الاول، احنا مستحوذين بسم الله ما شاء الله. طيب احنا بنلعب فرقه اصلا بتلعب بالنيك نيم بتاعها بس الذئاب، احنا بنلعب فرقه ملزوقه بتفافه لاعبتها، اللي يفتح لي سبرنت يتصاب، اللي يصد لي صده حلوه يتصاب، اللي مش عارف يعمل ايه يتصاب. ثلاث اصابات في اول 30 دقيقه، فكروني بالماتش اللي احنا حصل لنا نفس الموضوع، كان قدام ليفربول متهيألي لما تعادلنا 0-0 يعني، وقعدنا نحفل ساعتها على ليفربول، واترينا هنا بنحفل على نفسنا في الشوط الاول. وخلينا انا بكلمك على الشوط الاول، يعني مجمل الفرص كلها احنا جالنا اربع فرص في الشوط الاول، واحده جبناها هدف، واحدة بتاعت كافاني اللي هي في آخر الشوط الأولاني اللي جت على مرتين صدها الحارس وصدها بعد كده عمك سمولينج لما اتضرب برصاصة، رمى نفسه واتضرب برصاصة مش بكورة، والكورتين التانيين اللي هم جو بعد كده
كانت واحده منهم لبرونو فرنانديز. اما الناحيه الثانيه فتلاقي ان روما جالهم كورتين سجلوهم الاثنين و100 فل و14 واحنا بنلعب فرقه تايهه وما تعرفش حتى هم نفسهم متفاجئين احنا فايزين اتنين ازاي يا جماعه. يا جماعه حد يقول لنا احنا كنا نازلين الماتش ده عشان نخسر نجيب احسن نتيجه في الخساره اللي هو نخسر لنا 2-0 نقول ماشي نخسر 3-0 رضا الحمد لله المدرب بتاعهم عايز يعدي الموسم الراجل كده كده يعني ايه هيقلوه فمش عايز يقال في مباراه زي كده يقول لك انا اكمل الموسم برده عشان فرقه تانية لو شافتني تقول لك ده كمل الموسم لاخره مع روما نجيبه يعني ينفع معانا لكن ماتش يروح مطيرني بره فهيقلل حظوظي في ان انا ادرب اي فرقه تانية فقال لك يعني احنا نطلع باقل الخسائر فاتنين المدرب قاعد بره اللي هو ايه يا جدعان هو ايه اللي بيحصل بالظبط يعني ما كنتش متفق مع اللعيبه على كده ده احنا نازلين بدون خطه يا جماعه انا اول مره اشوف فرقه وهي بتدافع في مساحات فيها يعني احنا ما لعبناش اللي هو نظام ايه ما لعبناش على المرتدات احنا كنا بناخد الكوره وبتسرع الهجمه شويه فبتقدر ان انت توصل لمرمى روما تخيل بقى يا معلم ان هو روما كله مرتد وبيدافع ورا والمفترض ان هم بيدافعوا بخمسة ولا بيدافعوا بستة ورا بيلعبوا بالاساس يعني الخطة بتاعتهم بتلاتة خمسة اتنين ولا تلاتة اربعة اتنين واحد معرفش المهم يعني ان هم المفترض ان هم يعني في المنظر العام ان هم بيدافعوا بخمس مدافعين تخيل بقى ان انت على الرغم من تراجع روما ورجوعهم لمناطقهم الدفاعية وان انت الهجمة بتاعتك بطيئة شوية وبرضو لاقي في مساحات في روما ان انت تلعب فيها الكرة وتلاقي ان اللاعب بيستلم بسم الله ما شاء الله قدامه هكتارات من الارض فدادين ارض قدامه ان هو يقدر يخش منها ويعمل خطورة على مرمى روما فكان لازم ان اللعيبة دي توقف معاها في الشوط الثاني احنا الافضل احنا الاحسن بس احنا عايزين نترجم الموضوع ده احنا محترمين روما زيادة عن اللزوم احنا ادينا الفرصة لروما زيادة عن اللزوم احنا كنا بنقول كده الشوط الاول اي لاعب يا جدعان مش عارف يسجل اي فرقة مش عايزة تفوز تعالوا لعبونا تعالوا والله هتسجلوا وتفوزوا وتعملوا كل اللي نفسكم فيه دخلنا الشوط التاني قضينا على امل وعلى حاجة اسمها روما احنا مسجلين 5 اهداف في الشوط التاني تخيل بقول لك لو لعبنا بنفس الاداء بنفس القوة من بداية الشوط الاول احنا مش بعيد كنا قفلنا الدستة مع روما بالظبط كده كنا قفلنا زي لعب الشوارع اللي هو الفورة من كام يا جدعان الفورة من 12 وكنا خلصنا الموضوع بدري بدري كنا جبنا سكور ما حصلش قبل كده في المسابقات الأوروبية أصلا اللي هو أعلى سكور مش عارف كان 7-3 لريال مدريد ولا حاجة زي كده احنا كنا عدينا السكور ده بدري بدري حاجة زي كده اللي هو أعلى أهداف يعني نسبة أهداف حصلت في ماتش واحد فاحنا كنا ممكن نعدي الموضوع ده من جانب واحد تخيل بقى من جانب واحد العشر أهداف دول كلهم اللي في مباراة واحدة احنا ممكن نجيبهم لوحدنا ملناش دعوة بأهداف روما فاهم ازاي فالشوط الثاني اللي هو اللعيبة آمنت بحظوظها ان احنا أقوى من روما احنا أفضل من روما احنا الأحسن احنا الأخطر روما داخل كده تأدية واجب من الآخر كده هم شكلهم اتصدموا ان هم وقعوا قدام مانشستر يونايتد او ان سمولينج ومختريان يعني ربنا يكرمهم قاموا بالواجب معانا يعني فهم قعدوا يكلموا اللعيبة على قوة بقى مانشستر يونايتد وعلى سطوة مانشستر يونايتد في انجلترا وتقريبا التاريخ واقف عند مختريان وسمولينج عند 2013 فهم كانوا بيحكوا لهم لحد 2013 ما بيحكوا لهمش بقى السبع ولا الثمان سنين اللي بعد كده والمسخرة اللي احنا كنا فيها فتقريبا اللعيبة يعني نازلة مهزومة من الاول مع الاصابات اللي حصلت معهم فبالتأكيد لازم تلاقي ان الفرقة دي مهبطة وان كانت من قبل الاصابات هي مهبطة تلاقينا بص هجمة تك جون تك جون تك جون فين دفاع روما يا جدعان لا مفيش مجاش دفاع روما ده واخد بلوك دفاع روما ده اصلا واخد بلوك من البطولة يعني هو ازاي تسأل نفسك ازاي الفرقة دي وصلت نصف نهائي ازاي الفرقة دي عدت من فرقة زي اياكس اياكس المفترض ان هو يعني من الفرق الهجومية من الفرق اللي بتلعب باللامركزية وبالكرة الحلوة فبصراحة يعني مش عارف اقول ايه مش عارف اعلق اقول لك ايه والله بصراحة يعني كل اللي اقوله ان احنا المفترض كده يعني روما لما نروح هناك يعني احنا لو لعبنا بالناشئين نطلع فايزين عليهم يعني فاهم من المنظر اللي انا شايفه في الملعب واه ما تنساش ان عدالة السماء نزلت استاد باليرمو مع انه هو الاولد ترافورد بس خلينا نسميه استاد باليرمو يعني زي ما هم جالهم ضربة جزاء انا مش شايفها ان هي صحيحة بصراحة احنا جالنا ضربة جزاء بقى فضيحة مش صحيحة دي فضيحة يا جدع يعني سمولينج الراجل عمل التاكلينج على كافاني عشان الراجل ما يشوطش ما لمسوش انا فاهم ان هو كمل بعد كده اتكملت معاه ولمسه في رجليه بس يعني اللي هو التحام عادي
الراجل عمل التاكل ولم حتى رجليه عشان ما يلحقش كافاني، ولكن عشان في وجود ميه في الارضيه فالموضوع وصل لكده والحكم صفر ضربه جزاء. شكرا عم الحكم يعني. ايوه انت قرفاني، بص بص انت قرفاني من امبارح من دوري ابطال اوروبا، عايزه تقولي ايه؟ طيب قولي لي يعني، انت يرضيك اللي حصل النهارده في الشوط الاولاني؟ هل يرضيكي؟ طب يرضيك اللي حصل في الشوط الثاني؟ طب بتشجعي مين طيب؟ مانشستر يونايتد ولا روما؟ لا بس انت شكلك ريال مدريد يعني، انت شكلك ريال مدريد. طيب روحي مع الف سلامه يلا. فبصراحه يعني اقول لك ايه، شوط تاني بيثبت لك القدرة والقوة اللي انت بتمتلكها كمانشستر يونايتد واللي انت تقدر تعمله في الفرق المتوسطة اللي زي روما. شوط اول بيثبت لك مدى يعني ايه الخوف اللي بتبقى عليه في بعض الاحيان، مدى عدم الثقة في قدرتك ومدى عدم الثقة في القوة الهجومية اللي عندك، وان انت بتحاول كده تصير الدنيا او بتحاول ان انت تلعب على فكرة واحدة وما بتقدرش تعمل الفكرة دي فبتترب وبتقف الدنيا معاك. شوط تاني ضرب، شوط اولاني خراب بصراحة. فمعلش يعني اتمنى ان احنا في قادم المواعيد نلعب على مناطق القوة بتاعتنا، وقلت لك قبل الماتش احنا لو لعبنا على مناطق القوة بتاعتنا احنا مش هنحتاج ان احنا نفكر في مناطق قوة روما اصلا، لاني زي ما قلت لك انت شايف قدامك فريق ضايع المفترض ان انت تجهز عليه. اعتقد ان هو لو قابل اي فريق من الرباعي اللي متواجد في دوري ابطال اوروبا، لو كان بيلعب قصاد روما اللي لعب النهارده قصاد اليونايتد، اعتقد ان احنا كنا هنشوف نتيجه اكبر من كده، لان كان واضح مثلا من الرباعي دول هم بيلعبوا اكتر على نقاط قوتهم قبل ما يفكروا في نقاط قوه الخصم، على الرغم من انهم بيلعبوا مع اخصام تعتبر متماثله في القوه بتاعتهم او متكافئه في القوه معاهم. لكن انت بتلعب مع فريق اقل منك، فريق مهزوز اصلا في الدوري الايطالي، فريق يعني ما بيعملش النتائج الكويسه، فريق ما قدرش ان هو يفوز على الكبار، فبقي عنده حلم او بقي عنده طموح او تمني بعد الشوط الاول ان هو يعمل السكور ده معاك او يعمل الفوز ده عليك، وانت احد الكبار بتعود اوروبا كامله مش بتعود ايطاليا فقط لا غير. فعشان كده بقول لك اتمنى ان احنا في قادم الايام وبالذات في مباراه النهائي بتاع دوري ابطال اوروبا، وانا هفضل اقول من النهارده مباراه النهائي بتاعه دوري ابطال بتاع الدوري الاوروبي اليوروبا ليج، ان شاء الله نوصل لمباراه نهائي دوري ابطال اوروبا الموسم الجاي ان شاء الله، ان انا هقول مباراه النهائي، لان ما ينفعش اقول ان في ماتش عوده. بالمنظر اللي احنا شفناه النهارده احنا نقدر نعدي ماتش العوده، بل احنا عدينا ماتش العوده، ولو حصل اي نتيجه او اي حاجه فتعتبر كارثه وفضيحه ان احنا ما نوصلش النهائي. لما توصل النهائي العب على مناطق قوتك، حتى ولو كان الفريق الثاني اللي هتلعبه او اللي متواجد معاك في النهائي هو الارسنال اللي هو يعتبر فريق عارفك والفريق اللي انت ما قدرتش تفوز عليه في الموسم الحالي، لكن انت افضل من الارسنال بصراحه وافضل من فيا ريال، تمتلك من القوه ما يكفي لتفوز بهذه المسابقه، ولعلها تكون بدايه باكوره كده البطولات مع اولي جولنر سولشاير. في النهايه ده كان كل اللي عندي عن ماتش مانشستر يونايتد وروما، بس المهم عندي رايك انت تقوله لي في الكومنتات، ايه اللي اختلف ما بين الشوط الاول والشوط الثاني ادى الى النتيجه اللي احنا شفناها دي. اتمنى ان يكون الفيديو ده عجبكم، ولو عجبك الفيديو ما تنسانيش من لايك والاشتراك في القناه، واشوفكم باتم حال واتم صحه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.